أكد تقرير نشرته هيئة الغذاء والدواء الأمريكية فعالية وسلامة اللقاح الذي طورته شركة فايزر ضد فيروس كورونا. وذكر التقرير أن فاعلية اللقاح بلغت 95% بعد 7 أيام على الأقل من تلقي الجرعة الثانية. وأشار إلى أن فاعلية اللقاح بين الجرعتين الأولى والثانية بلغت 52.4%، مما يعني عدم تمكن اللقاح من بناء مناعة كافية بعد الجرعة الأولى. كما ذكر تقرير لهيئة الغذاء والدواء الأمريكية أن 6 أشخاص توفوا خلال تجارب لقاح فايزر بيونتيك. وأوضح التقرير أن 4 من المتوفين 6 تلقوا عقارا وهميا ولقح 2 بالعقار الحقيقي. كما أشار التقرير إلى إصابة أحد المشاركين في الاختبارات بالبدانة وتصلب الشرايين، وتوفي بعد 3 أيام من تناول الجرعة الأولى من العقار. وأصيب المتطوع الثاني المتوفى بسكتة قلبية بعد 60 يوما من الجرعة الثانية، وتوفي من بين المشاركين الذين تلقوا اللقاح الوهمي 2 نتيجة نوبة قلبية وسكتة دماغية، بينما يجري تحديد سبب وفاة شخصين آخرين. وكانت قد بدأت في بريطانيا أمس أولى عمليات إعطاء اللقاح الذي طورته شركة فايزر الأمريكية وبيونتيك الألمانية ضد فيروس كورونا، وذلك بعد أسبوع من إعطاء الضوء الأخضر لتوزيعه في المملكة. وقال كبير الأطباء في إنجلترا إن لقاح فايزر بيونتيك سيساهم في خفض أعداد الوفيات والحالات المنقولة للمستشفيات جراء الفيروس، لكنه ليس معلوما بعد إن كان اللقاح سينقص معدلات العدوى. من جهتها، دعت الهيئة التنظيمية للأدوية والمنتجات الطبية في بريطانيا الأشخاص الذين يعانون من الحساسية إلى تجنب اللقاح، وذلك بعد ظهور حساسية لدى بعض العاملين في الهيئة بعد تلقيهم اللقاح أمس. وفي روسيا، أكدت السلطات الصحية أنها تقدمت إلى منظمة الصحة العالمية بالوثائق المطلوبة لاعتماد اللقاح الروسي الثاني ضد كورونا الذي أطلقت عليه اسم إيبيفاك كورونا بعد إتمام مراحل الاختبار السريرية. وقالت رئيسة جهاز حماية حقوق المستهلك إن نتائج الاختبارات السريرية لم تظهر أعراضا جانبية خطيرة، وإن المتطوعين الذين تلقوا اللقاح لا يعانون من أي مشاكل. يذكر أن 30,000 متطوع تتراوح أعمارهم بين 18 و96 عاما شاركوا في الاختبارات السريرية على لقاح إيبيفاك كورونا. وينضم إلينا عبر الإنترنت من واشنطن البروفيسور طلال نصولي، أستاذ المناعة والحساسية بجامعة جورج تاون بواشنطن. أهلا بك دكتور طلال. بداية، اللقاح والحديث حول وفاة 6 ممن تعاطوا هذا اللقاح، ما حقيقته؟ شكرا على الاستضافة. سؤال كويس ليك. أول شيء اليوم عيد كبير، إنه بلشنا اللقاح عم ينعطى، بلش ينعطى. تصور اللقاح الأمريكي هو فايزر، بلشوا بأوروبا لأنه عم يعملوا دراسات وعم يطلعوا على كل الأوراق. وهلأ إدارة التغذية والعقاقير مثل تفضلت حضرتك قالت سليم وبيشتغل مضبوط، 95% نجاح، من أعظم النتائج في حقل اللقاحات. هلأ هدول الست اللي توفوا بدي أوضحها المضبوط، ما له علاقة أبدا، ليس هو له علاقة مع الفاكسين بأي طريقة اللي كان. اللقاح ما سبب الوفيات، اللقاح ما أثر على الوفيات أبدا. هذول الجماعة بيتوفوا على الحالتين. البرهان هو أنه كان في 6-4 عم بيعطون المية اللي هو اللقاح الوهمي، بدون يموتوا هيك الله يرحمهم، وفي 2 تانين كانوا ماشيين على اللقاح المضبوط تبعت اللي كيف بهذا توتالي نورمال. يعني نسبة الوفيات بالناس، الناس عم يموتوا يوميا، في ناس بيموت، وما شاء الله هذا الفيروس لحاله عم بيقتل 3000 شخص يوميا في أمريكا وحوالي 20,000 بكل الدنيا. بس 2 اللي توفوا اللي ماشيين على اللقاح المضبوط ما له علاقة، عندهم مشاكل الكوليسترول، عندهم مشاكل بالقلب، لأنه بتعرف إني وقت اللي فوتوا الناس على الدراسات
نفوت ناس من كل الانواع اللي معه بالقلب اللي معه كذا، نشوف على المضبوط اذا هذا كله كويس. بس اداره العقاقير والتغذيه الاف دي اي بالولايات المتحده فحصت الامور على المضبوط، فرجت ما له علاقه ابدا، معناتها الفاكسين اللقاح ما له علاقه انه هو سبب وفيات الجماعه، خصوصا انه 4 منهم اخذوا اللقاح الوهمي اللي هو ابره مي يعني تبعت اللي كيف لهيك هيك انه بيتوفوا، فما يشغل بالكم اطلاقا من هالجهه هذه. هلا من ناحيه الاعراض الجانبيه، هو بيعطي اعراض جانبيه الفاكسين الام ار اي فاكسين، عندنا نحن الفايزر بايونتيك، فايزر امريكاني بايونتيك الالماني، وعندنا الموديرنا الامريكاني اللي بده يطلع هلا كمان قريبا. فهيدول الاعراض الجانبيه للاعزاء اللي عم يشوفونا هلا على التلفزه المشاهدين، الاعراض الجانبيه بالفاكسينز اللي طالعين بيعطي ثلاث امور حوالي على يوم ماكسيموم يوم يا يومين، 5 إلى 6% من الناس بيعطي وجع محل اعطينا الابره، بيعطي وجع عضلات شيء 5% من الناس، وبيعطي معقول حمى اقل من 1%، و 4.5% بيعطي صداع راس على حوالي تقريبا 24 ساعه. هذا الشيء اللي بنشوفه باللقاحات الثانيين نحن عاده. هلا الاعراض الجانبيه اللي بتصير، انا كاخصائي بالمناعه استاذ المناعه والحساسيه، هذا خبر ممتاز، لانه اذا حسينا شيء عم بيعمل معناته مضبوط عم بيولع جهاز المناعه تيشتغل ضد هذا الفيروس الشيطاني ويعملنا بروتكشن. بدي اقول هلا انا على التلفزيون هلا معكم طالع شيء جديد، مولي بوريفير، هلا المولي بوريفير هذا جديد طالع، خلصوا الدراسة عليه وطبعت مثل ما بتشوف هون، طبعت بالجورنال اوف نيتشر مايكروبيولوجي، وفرجوا الموني بوريفير افكتيف توقف تكرير الفيروس. هذا حبوب بالتم، يعني عندنا امور جديده عم تطلع هلا. طيب ضد الفيروس. بروفيسور طلال، سؤالي عن فعاليه اللقاح، هل هذا اللقاح يعني فعاليته مدى الزمني، هل عام هل عامان، هل مدى الحياه سيؤخذ مره واحده ام ماذا؟ ليك نحن ما بدنا يكون مدى الحياة، الحل لك ليه؟ لأنه هذا أخيرا هذا الفيروس بده يروح، هذا بدنا نخلص منه. كيف خلصنا من الجدري، كيف خلصنا من الحصبة، كيف خلصنا من شلل الأطفال، هذا بده يروح ما في شك، بده يروح مع اللقاح، ما له يروح لحاله. هذا الفيروس معمول تيخلص على الدنيا كلها، بده يخلص علينا. يعني عندك 8 أشهر عدد الوفيات مليونين، عندك يعني عم بقول لك 2000 3000 وفيات يوميا بالولايات المتحده، عندنا احسن مستشفيات واحسن دكاتره بالعالم كله، باوروبا كمان نفس الشيء، بدنا نخلص منه هذا. هلا الشيء اللي بيصير اذا اخذنا اللقاحات نحن ما بقى بنعدي بعض كمان، يعني ما بقى بيصير هلا اني ما عارفين انه اذا اخذت اللقاح هلا انا عندي 95% حمايه، مزبوط ولا لا؟ هلا اذا اجاني الفيروس هل الحمايه هذه تمنعني اعدي غيري؟ هلا الشركه الثانيه، انتبه هذه في جواب عليها. هلا شركه استرازينيكا عملت فحصت قد ايه في فيروس في الخشم بالانف الناس اللي عم ياخذوا الفاكسين، وفرجوا انه الناس اللي عم ياخذوا الفاكسين وانعادوا يعني فات عليهم الكورونا فيروس، ما فينا نوع الكورونا فيروس، وما صار عندهم عوارض، عملوا لهم الفحص، عدد الفيروس طلع خفيف جدا. بقى وقت اللي بيكون خفيف جدا بيخفف جدا تنقيله من شخص الى شخص. تبعت لي كيف؟ هذه الناس اللي بعد ما بيعرفوها، بس هذا الشيء اللي حتى الدكتور فاوتشي عم نحكي معه انه هذا الشيء اللي معقول هلا بدهم يبرهنوه، بس ما عندنا وقت كفايه نقول. طيب دكتور، هلا نحن دكتور فيما يخص اللقاح وتناوله، هل هذا سيجعل الامر يعني من يتناول هذا اللقاح عليه ان يتخلى عن الكمامه وعن الاجراءات الاحترازيه، ام سيستمر ايضا في هذه الاجراءات الاحترازيه؟ الارشادات الاحترازيه لازم تضل ماشي على طول، هذه السي دي سي من المؤسسه الصحه العالميه، عندكم كمان وزاره الصحه، عندكم كلهم، هذول اللي ما بدنا ننساهم، لانه ما عارفين بعد، هذا شيء جديد طالع، وهذا فيروس شيطاني طالع جديد، مش عارفين كيف عم يتصرف، ما بدنا حدا يمرض، اذا بيعطوني انا الفاكسين عم بيعطي نتيجه 95%، يعني 100 شخص اخذوا اللقاح 95 ما رح يصير معهم، هال 5% ما بدي يكون انا 5% يا اخي، تبعت لي كيف؟ بدنا هلا حاطينه للامور تتحسن، اذا اعطينا اللقاح ل 60% يا 65% من الناس اللي ساكنين ببلد معين، ساعتها مناعه القطيع بتطلع وشوي شوي بنخلص من هذا الفيروس، تبعت لي كيف؟ هلا في ناس بيقول لي بده يتغير الفيروس، حتى لو يتغير
هذا لقاح جديد، مش لقاح مثل اللقاح تبع الانفلونزا بناخذه كل سنه، لا، هذا لقاح معمول ضد شوكته تبع الكورونا فيروس، والشوك معمول من بروتين معينه، وعاملين هم انه يطلع اثنين نوعين من الانتي بوديز، يعني اللقاح بيعطينا اثنين انواع من اجسام المضاده تبعت، اذا واحد ما اشتغل بشغل الثاني، اذا الفيروس بلش يتغير بيتغير هون بس ما بيتغير هون، اذا غير هون بدل هذا هون. طيب يعني معمول بطريقه بروفيسور ترال لهذا السبب. نعم هذه وضحت. ماذا عن الدول الفقيره؟ يعني الان الدول الغنيه تستطيع شراء كميات كبيره من هذا اللقاح، الدول الفقيره التي الاصابه فيها الاعداد فيها كبيره رغم عدم اعلان البعض عن الاعداد، ماذا ستواجه في الفتره المقبله؟ ما في شك هذا سؤال ممتاز، وانا بعتقد لازم اكيد مؤسسه الصحه العالميه، انا مش رئيسها، بدك تسال الرئيس تبعها كيف بده يتصرف. هلا في مؤسسه في اوروبا اسمها كوفاكس، فيكم تشوفوها COVAX، كوفاكس عم تحكي مع كل الشركات اللي عم يعملوا اللقاحات تبعت الاكيب تيعملوا سنترلايز ويبعتوهم للبلدان اللي عندهم انفكتيفيتي ريت، بلدان اللي عم يموتوا كثير ناس، بلدان المضروبه بطريقه ملموسه. هلا العمليه مش سهله، لحل لك ليه؟ تصور انه الفايزر شركه امريكيه، مضبوط ولا لا؟ نعم. بلشت بامريكا؟ كلا، بلشت في اوروبا ونحن بدنا اياها. هل عندنا كفايه جرعات من فايزر لامريكا؟ ما عندنا كفايه لامريكا. يعني الدنيا خربانه، بتعرف كيف؟ يعني بدنا نصلي على النبي، بدنا ننتبه شوي 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 شوي، بس اكيد سؤالك ممتاز، لازم ننتبه لانه ما تنسى هذول بيجوا بالطياره، هلا مثلا اذا بقطر الامور كلها مشيت ولا سمح الله عم يجوا ناس بالطيران ومعهم كورونا فيروس تبعت لي كيف، وما عندهم عوارض انت علي كيف، معقول يجيبوه كمان؟ نعم. فنحن بنهتم انه البلدان المجاوره جايين على باريس، امريكا، قطر، ما وين ما كان تبعت لي كيف، البلاد المجاوره كمان لازم يكون نمشي على هالامور هذه. نعم. دكتور العالم، السؤال الاخير يتعلق باللقاحات الاخرى، يعني روسيا أخرجت أكثر من لقاح، اللقاح الثاني لها أيضا، الصين تعمل على لقاح، ماذا عن هذه اللقاحات؟ ليك تقول لك الحقيقة، أنا بأمريكا أستاذ ومشغول جدا وكذا، دارس كل اللقاحات، يعني أي لقاح اللي بدك، كل الأوروبي والأمريكاني عندي، الروسي والهيدا عملوا دراسات فرجوا أنه بيشتغل، بس ما عندي معلومات يعني دقيقة عليهم. نعم. أنا بالنسبة لي بأخذ اللقاح الامريكي، اللقاح الاوروبي، لانه بعرف الدراسات، انا درست الطب عملته باوروبا وعملت اختصاصي بامريكا. نعم. بعرف كيف بيشتغلوا المحلات الاثنين تبعت لي كيف، وبدهم ينتبهوا المشاهدين، الله يخليكم ما تفوتوا على الـ على الـ على الفيسبوك وتفوتوا على الانستغرام، في امور غالطه، في جروب من الناس ضد الفاكسين، يعني بيقاموا وبيكذبوا وبيجيبوا دكاتره ضد الفاكسين، في جماعه مجانين، سوري تقول لك هذا، انتبهوا يا جماعه، وحاطين افلام وفرجوك صور وما صور، كله كلام فارغ. بدنا ننتبه جدا، والمراجعه لوزاره الصحه، المراجعه لمؤسسه الصحه العالميه. اخر شغله بدي اقولها، الفايزر فاكسين صعب كثير انه واحد يتنقل فيه، لانه بده يكون على الحراره ناقص 70 درجه مئويه. هلا عملوا برادات كبيره، برادات كذا، هنجار كبير بيمشي تبعت اللي كيف، حاطين عليه اسمه انفيرو تونر، حاطين عليه جي بي اس كمان لانه خايفين حدا يسرقهم، وكمان حاطين عليه الارم اذا نزلت الحراره بيعطي صوت على كيلومتر تقريبا. نعم. لانه في ناس بدهم ياخذوه يسرقوه يستعملوه لهم، وفي ناس العاطلين بدهم يطفوه تينزعوا الفاكسين. فالامور عم مش نعم. هالسهله هذه. نعم. التنقل صعب. أشكرك شكرا جزيلا بروفيسور طلال النصولي، أستاذ المناعة والحاسية بجامعة جورج تاون بواشنطن، شكرا جزيلا لك. المسائية مستمرة بعد الفاصل، العالم ينتفض ضد العنصرية في ملاعب الكرة.